يمشي الآن لتنفيذ الركلة الأولى، ورغم الضغط الكبير يتفوق على الحارس، يضع الكرة في المرمى. النتيجة 1-1. تقدم وسددها بكل ثقة. هذا قدم اللاعب الثاني في الترتيب، ثقة واضحة عليه، وكرة في منتهى الروعة. ثم مع الثالث الآن، تسديدة في منتهى الروعة، في منتهى القوة. قدم المسدد الثالث، الله على هذه اللقطة، على هذا التصدي المذهل، ملعوبة وكانت قريبة جدا من الحارس. يتقدم رابع لاعب في تنفيذ ركلات الترجيح. التعادل 3-3. خمسة دائما ما تكون مهمة. الكرة في الشباك في منتصف المرمى، مذهلة. كرة أخيرة تهدي الفوز للفريق. ركلات الترجيح أمر مهم جدا أن تكون جاهزة.